نحكي واقع. الواقع ما بدنا نوصل للواقع. نحكي واقع. الشذوذ من أين أتى؟ عندما هذا الفعل كان مخالفا للطبيعة من أساسه. وكل شيء هو مخالف للطبيعة للرب الخالق السماء والأرض ووضع فيه تكوين مبادئ أساسية. اللي بده يخالف المبادئ الأساسية التي هي الشرع الإلهي فإنه يخرج عن الوضع الطبيعي. هون أطلق عليه شاذ. السرقة والهيدا كله بس شوية. عفوا ما سمعت. أبونا السرقة والقتل. نحن عم نحكي كلمة الرب، وقت اللي بتحكي كلمة الرب بتمنى انك تسمع انه الله سبحانه وتعالى. اسمع بس احكي كلمة الرب وخلص اسمع. ابونا عم ببين انه الله سبحانه وتعالى معذرة. بده يسمع ما يقطشني انا لما حكي حضرة الشيخ ما قطش. ليه عم تعيط؟ استستوني. نايفة كل شيء غلط. لا عفوا عفوا لحضرتك. انه الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم، يعني قوموا على اجمل صورة. لما الله عز وجل وضع في الارحام او بدنا نقول من الاصلاب الى الارحام وضع الذكور ذكور والإناث إناث، ليش أنتوا ذهبتوا وتحديتوا قدرة الله سبحانه وتعالى بإرادته؟ عفوا أنا إلي ساعتين عم تسمعوا أنا كلامكم كلكم على راسي. أنت عم بتقول إنه نحن عم نتحدى، يعني كيف عم نتحدى خلقة الله والله هيك خلقنا؟ الله خلق عظمي أعوج، كيف بجلسه؟ الله إذا بدي يشيله من حياتي غير موجود، ما بدي أخضع للخالق، بقول مربولوس لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأنهم عبدوا المخلوق دون الخالق فاعلين الفحشاء إناث بإناث ذكور بذكور نائلين في أنفسهم جزاء ضلال محق برسالة القديس بولس أهل روما فصل واحد. فإذا لما الإنسان بيترك الرب بيترك الله الخالق بقول له انت مش موجود بحياتي. مين قال انه نحن داشين الله؟ ما قطشني ما قطشني انا نحن مش مداشين الله. بتاكد انا عندي بسينه. اذا انت مهذب ما بتحكي ما قطشني انا. ابونا ابونا بتحكيني عن موضوع انا خارج عنه. بتهجم علي على راسي. عندي نقطه بسيطه تسمح لي بعد اذنك. وابونا هني راضيين عن نفسهم هيك كثير. وليه وليه حاولتي تنتحر؟ فوق ما تتصرف وليه حاولتي تنتحر؟ انت راضي عن نفسك؟ حاولت انتحر من ظلم اهلي، ما حاولت انتحر لاني انا. طب ليش اهلك ظلموك؟ ليش ظلموني؟ لانه ما تفهموني، ما تفهموني انه الله خلقني. لانك انت غلط، مانك صح. انا غلط؟ نعم والله. وليش حاطه انت قناع على وجهك؟ شيلي. انا ماني حاطه قناع على وجهي. الثاني انا شو لك اياه؟ خلص خلي هيك. تعطيني بدي بوسك. خلي هيك. مقتنعة بحالك؟ نحن مش مستحيين من حالك؟ نحن مستحيين من الناس اللي عم بتحرض علينا ضدنا. نحن في ناس كتير عم بتحرض علينا. عم بحرضوا عليكم لأنكم جئناكم بالذبح لقلنا. خطأ لا. أنتم ولا؟ لا ولا العظيم؟ أنا هلا لوني بسوريا من دبحت؟ بس خلص كلمة الله حضرتك بتحكي. ما تقطشني من أداب لو سمحت. أنا حكيني كبنت. أنا بنت. إذا ما بدك تحترمني مثل ما أنت شايفني أنا ما بحترم حدا. ما بتحترمني؟ لا أنت ما بتحترمني أنا ما بحترمك. أبونا يا تحترمني أنت صار ميتك على راسي ما تحترمني هيدا الشيء. لا يعني. يعني نحن مش أكثر من الاحترام نحن مش أفضل من البشر ونحن جايين لمعالجة. لا أنتوا جايين تقولوا أنه أنتوا الله خلقكم وعملونا نحن كفار وأنتوا سلام والسلام اسمو عليكم. القرآن وحياة الإمام علي أنا شايفكم ظاهرة معهم. أنا يا ريت يا ريت أستاذ قوني عم بتقول هي ظاهرة مع إخواني ظاهرة معهم. لو سمحت إحنا سهرانين سوا وشايفينه نايم عم بينام مع كيف بتمنى ما تشيلهم. أنا عم برضى عن هذا الفعل. ومثل ما تفضل حضرتك تحكي حضرتك عم بتقول الإمام علي. الإمام علي بيرضى عن هذه الأفعال. الإمام علي ما بيرضاش على دوري ما بيرضى. لا مش على دوري. اسمعي إذا بتدي اسمعي. عندنا رواية تقول من قبل غلام بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام النار. خلوا الله يحاسبنا إذا. الله يحاسبنا. خلوا الله يحاسبنا. ليش هو هالبشر عم بتحاسبونا؟ في مشكلة. يا شيخنا عم يجينا واحد مصري. هذا فساد. سؤال سؤال بس يا شيخنا. أستاذ فوني ما تشيل هالسؤال عن المونتاج لو سمحت. شيخنا أنا اليوم إذا شفتني أنا بالطريق وأنا شاذة، شفت واحد عم يتعدى علي وعم يقتلني وشايل سيف بده يقطع لي راسي، تسكت عن هالشيء؟ ما بسكت طبعاً. خلص أنا هي اللي بدي أوصل له. بس أنا عم بسألها
انت راضيه عن نفسك، عم بتقلي انت بس الله عز وجل مش راضي عنك، والشريعه السماويه مش راضيه عنك، ما كان خلقني هيك انت، والكتب السماويه مش راضيه عنك، انا الله خلقني هيك، والادبيات العامه مش راضيه عنك. انا مش متقبله حالي كرجل بالحياه، بقتل حالي بانتحار، اذا انتحرت الله ما بيغضب علي كمان يا شيخ؟ لكن انا شو ضيعتونا؟ طب يعني الان عم بتحاول تقيسي هذا العنوان، عم بتحاول تقول ان انتحرت الله بيغضب علي وضليتوني؟ انا بدي اسال سؤال بس، هني خلقت الله ولا لا؟ خلقت الله بس ولكن مش على هذه الهيئه. على هيئة شو؟ ذكر انه انثى خلقه الله عز وجل، خلق ابن 8 سنين. ابن 8 سنين شو فهمه بانه كمان في مسؤوليه على الاهل؟ هون بدنا نسال، في مسؤوليه على الاهل. انا اختصاصي كتاب مقدس تعليم كنيسي. طيب ابن 8 سنين بدك تسال، هلا يمكن عندي جواب بس غير كافي، بدك تسال بسيكولوج او بسيكياتر. معظمهم بلش بهالعمر، هو بيجاوبك، رح يكون بيجاوبك عن الميول اللي صارت عنده. الكنيسي اذا بتسمع، الكنيسي هي مكان للخطا لكي ياتوا اليها ويتوبوا، ويسوع المسيح مات على الصليب من اجل الخطا. طيب جايين انتم تحاسبوا؟ انا ما بدي حاسب. اما شو ما عم طايت عليهم؟ ما عم بخلوهم ادبيا، ما بخلوني احكي. لا, لا قبل ما قبل ما اعترضوا عليك الطريقه. البابا فرانسيس، البابا فرانسيس لحظه بابا فرانسيس يقول تهميش وادانه المثليين جنسيا تجاه هذا الموضوع. قال اذا كان الشخص مثليا لكنه مؤمن بالله وبارادته، فمن اكون انا حتى اصدر حكما مسبقا بشانه؟ وحث البابا في رحلة عودته من البرازيل المسيحيين إلى عدم تهميش المثليين في المجتمع. هل هذا تشجيع للمثلية برأيك؟ شو هو؟ لا أنا بقول لك شو عم بيحاول يقول. بقول احضنون، حبهم طبعاً. نعم. واحضنون، قربوا من الله واشتغل عليهم. كيف عم بتحبون انت يا خي؟ ما أنا عم بحكي، أنا لو إنسان قدامي زلمة عم بحكيه كزلمة، خي ما هو مثلي أو كاميرا، هو مثلي ما تقطشني أنا، هو مثلي لما كنت أنا عم بحكي ما تقطشني. عم تحكيهم بعدائية أبونا، مش عم بحكي بعدائية، أنا عم بشرح الكتاب المقدس. عم تحكي بعدائية، أنا عم بشرح الكتاب المقدس، كنت عم بشرح الكتاب المقدس. ولما سألتك السؤال، ولما سألتك السؤال إيمان ما ردت، قلت لك قد ايه في بالكنيسه بيتوب الرهبني اليوم مثليين لجؤوا للكنيسه ليخفوا حالهم، لانه وكان في سمعناها يعني كذا تداولتها وسائل الاعلام ورجال دين كمان من طوائف اخرى كمان ضبطوا باوضاع شاذه وحكموا، اللي انعرفوا حكموا، وهول بيعرفوا بالدين وبيعرفوا بالدين وهن طلعوا من قلب الدين وعم يغلطوا، ما في حدا معصوم عن الغلط، تأدبوا كنسيا يعني تعترف مال فرانسيس، أدبوا كنسيا. أنا بعترف بالغلط، القانون الكنسي. لحظة شوي خليه يكمل. الكنيسة الله فوق الجميع وما حدا معفي من القانون وما حدا عليه حصانة.